أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقوم بعض الجيران في أثناء رمضان بالإفطار الجماعي في المسجد بقصد التواصل وتقوية الرابطة بينهم، فما رأي فضيلتكم؟ هذا شيء لم يعمله السلف، أنهم كانوا يتقصدون الاجتماع على الإفطار في رمضان ولا في غيره. أما إذا كان الغرض من هذا هو من أجل أن يفطر عندهم الفقراء والمحتاجون، فهم يعرضون الإفطار في المسجد لأجل المحتاجين والفقراء فلا بأس. أما إذا كانوا يجتمعون هم وحدهم ويقولون هذا فيه فضيلة، هذا ليس من عمل السلف. نعم. أحسن إلا الله. إذا كانوا معتكفين في المسجد، إذا كانوا معتكفين في المسجد لا بأس أنهم يجتمعون على الإفطار أو على العشاء، لا بأس. أما أنهم يجون للمسجد علشان الإفطار فقط وليس هذا لغرض إطعام المساكين، هذا شيء غير مشروع. نعم.